أي مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في أولى فقرات برنامجنا الحوارية من ساعة الصبحية، فقرة هادنا هنتكلم فيها عن السياحة. زي ما حضراتكم عارفين أن هذا القطاع العريض تعرض الكثير من التحديات والمشكلات، ولكن الحمد لله بفضل المجهودات التي بذلت مؤخرا بدأ يتعافى. لكن نقدر نقول مع التعافي ومع المجهودات المبذولة ممكن حاجات بسيطة جدا تضيع مثل هذه المجهودات، زي موسم مثلا زي موسم اعتقد كل هذه المواسم من المقومات الاساسيه اللي احنا ممكن لو استغلناها الاستغلال الامثل تروج للسياحه المصريه بشكل كبير. هنتعرف دلوقتي ايه المشاكل اللي حصلت في هذه المواسم حتى لو كانت بسيطه، والصوره السلبيه اللي هتعكسها عن مصر وعن السياحه في مصر، وهنتكلم برضو عن ابرز التحديات اللي هتواجه ان شاء الله هذا القطاع العريق. وايضا ليه انا بقول ان شاء الله هتواجه؟ لان طبعا قطاع السياحه دايما تحديات بتواجه، احنا ده لسه داخلين على موسم صيف وموسم تجهيزات للحاجات الايام اللي جايه بعد كده، وكمان هنحاول نفتح كده بعض المحاور الخاصه بالوزير الجديد في حال التعديل الوزاري المرتقب لحقيبه وزاره السياحه، وابرز المقومات اللي هو يجب ان يتصف بها هذا الوزير، وايه الحاجات اللي ممكن يتخذها في المرحله اللي جايه تساهم بشكل كبير جدا في إعادة الرواج السياحي لمصر. ضيفي في هذه الفقرة المحترم الأستاذ الدكتور نصر الفولي خبير السياحة الدولية. أهلا بك يا دكتور نصر، تحياتي لحضرتك يا فندم. أهلا بك، أهلا وسهلا. كل سنة حضرتك طيب. كل سنة طيبين، وكل سنة وكل المشاهدين طيبين وبخير إن شاء الله. اللهم آمين رب العالمين. هبدأ بحضرتك بقى ورؤيتك لموسم الكريسماس وموسم أعياد رأس السنة، وشايف أبرز المشاكل أو العقبات اللي تواجه هذا الموسم إيه؟ والله يعني أقول لحضرتك إحنا كان عندنا يعني حجم عمل كبير في خلال كريسماس ونير اللي فاتوا دول، ولكن واجهتنا بعض الظروف اللي مش كويسة، ألا وهي شحط بعض المراكب وأخبر حياتك في النيل، ودي مشكلة أزلية كبيرة، ودايما في تضارب بين الوزارات في هذا الموضوع. الموضوع أن احنا كان مفروض يبقى فيه تكريك أو تهذيب مجرى النهر وأخبر حياتك من فترة كبيرة، ما حدش عمل أي حاجة إلى أن تدخلت الرئاسة قريبا وخبر حياتك وبدأت يعملوا التكريك. المشكلة ان احنا هذا الموضوع يعني سلبا حصل سلب في البوكينج الجاي او الحجوزات اللي جاية على المراكب النيلية. اتمنى من الله ان احنا بجد ان احنا نكون نتعامل جميعا بروح واحدة بتيم ورك واحدة، ما ننفعش نلقي التهم من كل واحد، الري تقول النقل النهري والنقل النهري يقول الري، وفي الاخر احنا المصابين اللي هم اهل السياحه وشغل السياحه، ومفروض الناس دي تعرف ان الحاجات دي كلها بتجيب دخل للبلد عشان نقدر نشتغل جميعا. صحيح. ونتمنى من الله ان شاء الله باذن الله، اعتقد ان هو بدا التكريك وبدات تنظم الامور تكمل هذه المنظومه، عشان السياحه النيليه دي بتعتبر من اهم السياحات الموجوده في اطار مصر ان شاء الله باذن الله، لانها كلها حوالين النيل، كلها تاريخ مصر موجود حوالين النيل. صحيح. من اول اسوان لغايه القاهره. ودايما ان احنا لازم نفكر ان الانهار دي بتهذب لتوصيل سواء المراكب سواء البضائع، يعني عندك الدانوب في المانيا، عندك في النمسا، كل دي انهار. نعم. لكن هي العمليه كلها كيف تفعيل المنظومه وكيف اداره المنظومه. تمام. احنا مشكلتنا في مصر كيفيه اداره المنظومه. تمام. فنتمنى خليني اسال حضرتك في الجزئيه دي بقى، مشكله بسيطه زي دي الصوره السلبيه اللي ممكن تنقلها على مصر؟ ما هو سيادتك كل سايح جاي وراكب مركب نيل عنده حلم ان هو يعيش ريلاكس على النيل على المركب عشان يشوف الاثار، وفي نفس الوقت النيل ليه سحر غريب. نعم. عند اي سايح وحلم اي واحد ان هو يركب مركب ويمشي في النيل ويشوف الاثار. نعم. طبعا لما تلاقي ان هو بعد كده هو جاي عشان يقضي ثلاث ليالي او اربع ليالي على النيل على المركب وخبر حياتك يستمتع بجو مصر اللي مش موجود في العالم. نعم. النهارده احنا في ديسمبر عندنا شمس واخبار حياتك، عندنا جو جميل، في نفس الوقت المناطق العالم كله عنده تلاقي امطار، عندك زلازل، عندك اعاصير، عندك فيضانات، واحنا الحمد لله ربنا حبانا بنعم للاسف احنا بنهدمها. نعم. هي المشكله ان الناس دي طبعا لما يجي واحد يدوب ينزل من اسوان لكومومبو بعد كده ياخد من كومومبو للاقصر بالاتوبيسات، هو مش جاي عشان ياخد بالاتوبيسات، ودي حصلت مشاكل لشركات السياحه كتير على فكره، والناس طالبه تعويضات لهذا الموضوع. صحيح. فهي القصه كلها ان كل اللي جاي لهدف معين بيتمنى انهاء هذا الهدف، والبروتوكول بتاع السياحه بيقول انك انت تخدم السايح حسب ما هو طالب، واخد بالك؟ فهو راجل جاي النهارده المركب يبقى لازم يكمل زيارته بالمركب النيليه.
تمام. ودي مشكلتنا للاسف موجوده. طيب كده شايف معدلات السياحه في حصاد عام 2017 هل كانت مرضيه ام لا يا فندم من وجهه نظر حضرتك؟ الحمد لله طبعا لا شك. لا طبعا احنا الحمد لله رب العالمين احنا يعني السياحه في تطور وفي انكريز وفي ارتفاع في نسب الحجوزات كويسه ومعقوله، لكن احنا بنقول للمزيد لان مصر تستحق اكتر من كده. احنا مصر للاسف يعني احنا دلوقتي يعتبر ثاني ارخص دوله في العالم او ثالث ارخص دوله في العالم. نعم. لسبب واحد، لان طبعا هي طبعا كان في ظروف تحديات موجوده، تحديات خارجيه وتحديات داخليه. التحديات الخارجيه والحمد لله رب العالمين يمكن يعني الرئاسه قامت بدور، وزاره الخارجيه قامت بدور كبير جدا، واخد بال حضرتك، اسقطت كل الكلام اللي كان بيتقال عن مصر. تمام. الامن المصري الحمد لله رب العالمين بشهاده العالم كله، رغم ان احنا الوحيدين اللي بنحارب الارهاب في كل الجبهات. صحيح. ولكن مصر النهارده ما حدش، فيش سائح النهارده بيتكلم عن مصر يقول مصر مش امنه. اي سائح النهارده بيجي الحمد لله رب العالمين بيقول لك لا ده بيحصل في اوروبا، ده بيحصل في كل مكان، واخد بال حضرتك. فبالتالي اصبحت كلمه حكايه ان الارهاب هو وسيله لعدم وجود السياحه، ده الكلام ده مش مظبوط. احنا الاهم شيء اللي هو الخدمات اللي تقدمها للسائح. هي المشكله دلوقتي اللي بتقابلنا الخدمات اللي تقدم للسائح، لازم نقدم خدمات صحيحه للسائح. اولا لغايه النهارده ما حدش عمل الطرق وحط عليها ساينس عشان تبقى تعريف الطرق شكله ايه. لغايه النهارده النظافه في الاماكن الاثريه مش مستحبه. لغايه النهارده التنظيم نفسه واخد بال حضرتك والبيروقراطيه الموجوده بتقتل السياح. فاحنا للاسف نتمنى ان كل واحد، كل محافظ، كل مسؤول عن منطقه يهتم بنظافه المنطقه، يهتم بتنظيم الامور. ما ينفعش النهارده اننا بتوع الحراطير في الاسنا ولا في ادفو واخد بال حضرتك بيتكلبوا على السائح وبيطلبوا مبالغ غريبه. الكلام ده لازم، دي المظاهر السلبيه للاسف مش بس بتسوق للسائح او للمكان اللي هو شغال فيه، لا ده للبلد كلها. لما يطلعوا بره بيقولوا المصريين بيعملوا معانا كده، بيعمموا المشكله. وده اللي احنا محتاجينها، الحاجات اللي هي بتقوم السلوك، الناس اللي بتتعامل مباشره مع السائح. طيب السؤال بقى في الجزئيه دي، مين المسؤول عن هذه التصرفات؟ هل الحي؟ هل المحافظه؟ هل الوزاره نفسها يا فندم، بحيث ان يكون في عمليه تقويم وفي ذات الوقت ارشاد للناس اللي بتتعامل بصوره مباشره مع السياح بشكل عام؟ هو حياتك فيها نقطتين، نقطه وعي الانسان، وعي المواطن نفسه، لان طبعا ممكن تكون مكان بيعمل نظافه كتير لكن للاسف المسؤول عن المكان ما بيهتمش بيه. هي النقطة لازم كل منطقة الحي بتاعها أو المسؤول عن الآثار والمسؤول عن الحي في هذه المنطقة عارف إن دي منطقة سياحية، فمفروض إنها تبقى نظيفة جدا واخد بال حضرتك. فده عيب مسؤول، لأن المسؤول ما بيتابعش، لأن النهاردة لازم ما نحطش كل حاجة على العامل البسيط، لأن هو المسؤول لو بيتابع هنلاقي العامل ده بيشوف شغله واخد بال حضرتك. زي يعني في محافظات شغالة زي الفل واخد بال حضرتك، يعني النهاردة تلاقي الغردقة معقولة شوية، شرم الشيخ ممتازة. إحنا بنتكلم على دلوقتي محافظات الصعيد، محافظات الصعيد لازم كل مسؤول فيها يكون عنده الحس ان هو دي بلده، مش لازم مش كل واحد عشان بيقبض اخر الشهر انتهى الموضوع. لازم يفكر تفكير سليم انه يخلي وجهه بلده وجهه جميله عشان نقدر نجيب سواح بعد كده. نعم. بس فده طيب من المحتمل ان يكون هناك تعديل وزاري في حقبه وزاره السياحه. مدى رضاك عن ما تم اتخاذه مؤخرا يا فندم من اجراءات من قبل الوزير الحالي اللي هو الدكتور يحيى رشد؟ ولو في تعديل وزاري ايه اللي بتأمله من الوزير القادم؟ والله احنا بنأمل من الوزير القادم ان يكون يعني هو طبعا كل احترام لكل وزير واخد حياتك، لكن الوزير القادم احنا بنأمل ان يكون شخصيه قويه داخل مصر، شخصيه لها علاقات دوليه، شخصيه لها كاريزما، لان هي مش مشكله ان انا اكون من القطاع السياحي، يعني ممكن اكون من، يعني احنا كان عندنا مثال فؤاد بي سلطان واخد حياتك كان وزير سياحه ما كانش من القطاع، لكن هذا الرجل هو اللي اسس وخلى الغردقه وشرم الشيخ واخد حياتك ليها اسلوب سياحي جميل واخد حياتك. ليه؟ اللي كان ساعتها كان وزير السياحه والطيران. احنا لو جمعنا السياحه وزائد الطيران، لان هو كل اخر في الاخر منتج واحد، لان هو العارض اللي بينقل الناقل واخد حياتك والخدمات السياحيه. فنتمنى من الوزير القادم ان شاء الله انه يكون يجتمع باهل السياحه، بالمهتمين بالسياحه واخبر حياتك، نحاول توعيه الافراد واخبر حياتك، نحاول نشوف الاسلوب الامثل للتسويق السياحي. لكن موضوع النهارده ان انا اوكل هذا الموضوع لشركه دعايه وفي الاخر مفيش فيدباك بعد بعد كام سنه، لازم مين يحاسب مين؟ يعني الكلام ده كله لازم يكون له حسابات. اعاده هيئه تنشيط السياحه، لازم كل فرد يخرج ويمثل مصر يكون عنده اكتر من لغه، يكون شباب. هو ده اللي اتمناه من الوزير القادم ان شاء الله. تمام. ما اتخذ مؤخرا من اجراءات هل كانت تصب في صالح قطاع السياحه بشكل كبير ام كان هناك اخفاقات من وجهه نظر حضرتك؟ هو بصراحه يعني احنا عندنا اخفاق كبير، والا هو انتخابات الغرفه حضرتك حصل فيها
مشاكل بين بين الوزاره وبين رجال الغرفه، وبذلك اتاجلت الغرفه. غرفه السياحه دي مهمه جدا لانها بتجمع كل المسؤولين او كل الناس اصحاب شركات السياحه في مكان واحد، بنقدر توجه بتكون هي اللينك بين الوزاره وقطاع السياحه. نعم. فدي كان من ضمن الاخفاقات الموجوده. الحاجه الثانيه النهارده ان احنا برضو لما نيجي ندي ترخيص للمناطيد والحاجات دي، وخبر حياتك ما يجيش في يوم يكون عاصف وندي ترخيص للمنطاد وبعدين يطير وفي الاخر يحصل مشكله فيه. تمام. احنا العمليه كلها عمليه تنظيميه بحته اكتر منها. حصلت مشكله انه وفات بعض الاشخاص، حصل المشكله طبعا في يوم الأخير. كان يوم كل مصر حتى الطيران نفسه كان متاجل. وحصل ان هو طبعا طلع 22 منطاد، وخبر حياتك منهم منطاد، وخبر حياتك كلهم اغلبهم نزلوا بره الاماكن اللي كانوا المفروض ينزلوا فيها. واحد منهم وقع فيه، سبعه اصيبوا وواحد توفى من جنوب افريقيا. تمام. ودي طبعا برضو دي من الحاجات دي كلها بتاثر تاثير سلبي على السياح. صحيح. فاحنا يا جماعه نتمنى العمليه مش النهارده انا اطير بس منطاد عشان استفيد فلوس او اشوف، لا لازم افكر تفكير للبلد مش للشخص نفسه. نعم. توضيح المنطاد له زي الباراشوت، البالونه الكبيره اللي بتشيل الناس يعني بشكل كبير لما يحبوا يتفرجوا على اكيد، وده موجود في المجال في العالم كله واخبار حياتك. بس العمليه كلها بيبقى ليه، بيبقى فيه رولز معينه واخبار حياتك، لان المنطاد ده بيطير بالهوليوم وبالهواء واخبار حياتك، فلازم رولز معينه باتجاهات الهواء باتجاهات الريح، الكلام ده كله ليها منظومه ثانيه واخبار حياتك يجب ان تنظم. صحيح. كل صحك. طيب 2018 بدأ، شايف ايه الاستراتيجية خلال هذا العام لرفع معدلات السياحة اكتر مما كانت في 2017 بشكل كبير؟ هو لرفع معدلات السياحة برضو احنا بنقول الناقل، ان احنا نتمنى ان مصر يكون عندها شركات طيران عارض عشان تقدر تنقل السائح. لازم نعيد تنظيم البيت مرة تانية من الداخل واخبار حياتك. لازم نبث الوعي في كل المواطنين، كل من يتعامل في مجال السياحة لازم نخليه يعرف ان السياحة دي مصلحة للبلد. السياحة دي بتشغل 70 صناعة، السياحة دي هي اللي بتدخل العملة الصعبة اللي احنا محتاجينها. الحمد لله احنا عندنا مشاريع كتيرة جدا للأسف لم ينوه عنها اعلاميا صحيح. يعني عندنا اربع انفاق في سيناء خلاص بيفتتحوا، عندنا مطارات، عندنا مطار سفنكس واخبار حياتك اللي هو في طريق، عندنا خمس مطارات في طريق مصر اسكندريه الصحراوي، حاجه يعني خطيره في وقت قليل واخبار حياتك. للاسف لم تستغل كل الحاجات دي لعلمك، لو استغلت بطريقه كويسه اعلاميا ثق وتاكد ان كل واحد هيبقى كير ان هو يجي يشوف مصر، يشوف مصر الجديده اخبارها ايه. صحيح. عندنا شبكه طرق بصراحه جميله جدا، كل اتعمل ده في سنتين. صحيح. نتمنى بقيه المسؤولين يكون عندهم نفس الجهد اللي موجود في اللي بيحصل من البلد. الناس لازم يكون مش لازم كل الرئيس هو اللي يقول اعملوا كذا واعملوا كذا، كل واحد يكون عنده ضمير يشتغل البلد تبقى كويسه. هستغل بقى كلامك عن المشروعات القوميه وعن شبكه الطرق والمطارات دي، والناس اللي هي يعني بتنتقدها والناس المتشائمه دايما، نقول لهم ايه يا فندم ودورها بان احنا بنتكلم عن السياحه في تسهيل العقبات امام السياح والترويج لهذا القطاع بشكل كبير جدا. هو ستك السياحه عباره عن طرق، مطارات، نعم، فنادق، خدمات سياحيه. صحيح. فانت النهارده بيكون عندك شبكه طرق نظيفه وممتازه وسريعه واخبار حياتك وعلى الكود الدولي. فطبعا اي سائح هتمنى انك عايز، لان السائح ما بيجيش يقعد في مكان واحد، عايز يزور اكتر من مكان واخبار حياتك. إيه لما تكون عندك اكتر من مطار، كل ده بيساعد من عوامل اللي بتساعد على جذب السائح. اهم شيء الفرد بقى اللي بيتعامل داخل هذه المنظومه. يعني النهارده انت عندك مطارات خطيره جدا، لكن احنا يهمنا تدريب وتوعيه الفرد داخل المطار، كيفية التعامل مع السائح، تدريب وتوعية الفرد اللي هو بينقل السائح، سواء التاكسي، سواء الاتوبيس، سواء كل الناس، كل من يتعامل مع السائح لازم يكون عنده وعي وتدريب، ولازم يكون في حسم في محاسبة المخطئين. ما ينفعش النهارده ان انا انزل مطار القاهرة واجي اخد تاكسي، ابص الاقي واحد بيقول لي 500 جنيه والتاني يقول لي 300 جنيه، لازم يكون في تعريفة معروفة زي العالم كله، نعم. تعريفة معروفة لكل المناطق شكلها ايه، عشان السائح ما يحسش انه مستغل من اول دخلة. صحيح. لان هو الفيرست امبريشن او التصور الاولاني هو اللي بيفضل مع السائح. فنتمنى ان فعلا يحصل اعاده تدريب، اعاده تاهيل، اعاده هيكله لكل المنظومات ديت واخبار حياتك، عشان نقدر نجيب سياح. وانا متفائل جدا 2018 ان شاء الله باذن الله سنه خير على مصر في كل حاجه على فكره، الحمد لله رب العالمين، من ضمنها السياحه. يعني النهارده عندنا مزارع سمكيه، عندنا انتخابات الرئاسه ان شاء الله باذن الله هتتم، عندنا حاجات كثيره. فنتمنى ان نستكمل هذا الموضوع بان احنا نحافظ على اللي موجود عندنا في السياحه، وندي اكتر، نفتح اسواق جديده، نفتح اسواق جديده بطريقه من القطاع الخاص ومن الحكومه. تمام. نتمنى ان احنا عندنا السياحه العلاجيه لغايه النهارده مستغل، عندنا السياحه الرياضيه، انت عندك البحر الاحمر،
يعني البحر بتاعه ينفع للوين سيرف، ينفع لكل السياحات الرياضيه المائيه. واخبر حياتك يعني زي زمان احنا كان عندنا رالي الفراعنه يعني، غير بقى اصبح بعيد عن رالي دكار واخبر حياتك. فكل الجديد عاير مصر صحيح. المنظومه الجديده او التوجه الجديد اللي هو السياحات الجديده، لان السياحه الثقافيه النهارده قلت شويه. فعندك سياحه رياضيه ممكن تعمل، سياحه المؤتمرات موجوده، انت عندك شرم الشيخ تعمل فيها مؤتمرات صحيح. بسم الله ما شاء الله، عندك اماكن تستحق انك تقول لا انا اقدر اعمل مؤتمرات. تمام، خلينا اسال حضرتك يعني في لسه دول عندها ملاحظات بشان السياحه عندنا في مصر ولا لسه والحمد لله كله تمام؟ لا الحمد لله. شوف حضرتك احنا يعني ما فيش حد يقدر يقول عن مصر حاجه حاليا في السياحه. تمام. لسبب واحد، لانك انت عندك فنادقك موجوده، عندك خدماتك موجوده. تمام. الحمد لله منظومتك مؤمنه تامين شامل، بدليل ان احنا الحمد لله عدينا هو اعياد الميلاد، عدينا الكريسماس ما حصلش اي حاجه. فده دليل ان قوه الامن بتاعك، قوه الامن هي قوه الامان. والامان هو السائح يعني. تمام. الامن والامان بيجيب السائح. تمام. فالحمد لله. غير بقى طبعا بعض الدول اللي هي ليها توجه سياسي معين، وبالتالي دي مع الايام هتعرف ان مصر هي الاساس. السياحه الروسيه اخبارها ايه؟ السياحه الروسيه ان شاء الله باذن الله قادمه، بس احنا مش عايزين يعني ندي كلام كتير. يعني النهارده انا من كام يوم قريت واحد بيقول 2 مليون سائح روسي جايين. انت ما ينفعش ان تعمل احصائيه لحاجه غير لما تشتغل. صحيح. اولا روسيا جايه بالريجولر فلايت اللي هو 3 طيارات في الاسبوع. حتى لو حسبنا الطياره فيها نقول جامبو 400 راكب، احنا بالنسبه لنا بيناتس، كلام فاضي. ان احنا النهارده بتتكلم، انت بتتكلم في مليون سائح، يعني معناها انك عايز طيران عارض من روسيا للغردقه لشرم الشيخ للاقصر واسوان وخبر حياتك. فده هينم عن التعاون اللي يحصل. وزي ما بقول لحضرتك احنا لو عندنا طيران عارض ثق وتاكد ان احنا هيكون عندنا يعني اضعف اضعاف العدد اللي احنا موجود عندنا في السياحه. تمام. فالاساس هو الطيران العارض. تمام. شايف ابرز العقبات والمشكلات اللي بتواجه القطاع حاليا ايه يا فندم من وجهه نظر حضرتك، وتحديدا السياحه الاثريه والعلاجيه وفي المدن اللي بيتم ان شاء الله يعني التجديد ليها بشكل كبير زي مدينه الغردقه ما يبذل فيها من مجهودات حاليا بحيث ان يكون في مزارات سياحيه، تطوير في البنيه التحتيه والحاجات دي كلها. هو شوف اول حاجه، هي البنيه التحتيه الحمد لله يعني كل الناس شغاله فيها بصراحه كويس جدا. تمام. احنا بس ينقصنا البيروقراطيه. ان احنا نخلي العالم كله النهارده بيشتغل بالنت، ما بقاش فيه اصبح النظام الورقي واخد حياتك. هي محتاجين ان هو منظومه الشباك الواحد اللي هو اعتقد ان احنا النهارده يعني الدوله بتقوم بيها، شايفين انها بتقوم بيها في الاستثمار، شايفين بتقوم فيها في الماليه في الحاجات دي. نتمنى برضو في السياحه ان يكون مكان واحد هو او شباك واحد هو اللي يشتغل. ما ينفعش ان انا عشان خاص بالبوكينج يعني ولا حاجه، لا خاص بالمراكب السياحيه بالفنادق. التعامل مع مكان واحد هريح، لكن النهارده ما ينفعش النهارده مثلا اجي افرض ضريبه ما واخبر حياتك في وسط الموسم، لان النهارده كل واحد بيعمل تعاقد لموسم كامل واخبر حياتك. نعم. فلازم يكون في زي ما بقول لحضرتك تيم وورك. لو اشتغلنا تيم وورك ثق وتاكد وقلبنا كلنا على بلدنا زي ما ما الرئاسه بتعمل وزي ما شايفين ان احنا الدوله كلها بتعمل، واخبر حياتك كلنا هنشتغل تبقى بلدنا كويسه ان شاء الله باذن الله. التسويق الامثل على النت اللي ممكن يحاول يضاعف معدلات السياحه اللي عندنا وينقل الصوره الايجابيه حقيقيه عن مصر، لان للاسف زي ما حضرتك عارف بعض يعني خلينا نقول كل المواقع دلوقتي اللي موجوده عن مصر، لو انا واحد مثلا قاعد في المانيا انجلترا في فرنسا وعايز انزل مصر بيدخل دلوقتي على بعض المواقع اللي من خلالها بيحجز وبيشوف. احنا عايزين بقى اللي يدعم ده، ان يكون في عندنا صور، عندنا فيديوهات، عندنا زمان كنا بنناشد وجود قناه خاصه بالسياحه للترويج للمقاومات السياحيه اللي عندنا. احنا عندنا الحمد لله رب العالمين يعني ما شاء الله، يعني زي ما قلت لك عندنا طبعا كل يعني شوف ربنا حبانا بكل شيء صحيح، سواء اثار سواء جو سواء رمل سواء اماكن اثريه سواء مياه كبريتيه، عندنا كل حاجه موجوده. صحيح. المنظومه انك انت النهارده لازم تعمل تجهز الناس بس النظام الالكتروني واخبر حياتك، يبتدوا يعملوا ابديت لمصر واخبر حياتك عن طريق التسويق الالكتروني لمصر. صحيح. لازم تعمل زيارات واخبر حياتك للمنظمات اللي هي بتعمل المعارض اللي هو الانسنتيف زي ما بقول لحضرتك السياحه الرياضيه الكلام ده كله. كل دوت هو ده اللي تقدر تدي بيبي لمصر. صحيح. السياحه اللي انت عايزها. صحيح. خليني اصرح حضرتك، كل واحد كده بيبقى عنده غيره بس الغيره البناء الحمد لله رب العالمين، لما يشوف يعني بلد زي دبي يعني ما شاء الله، شوف السياحه اللي هي موجوده فيها والمقاومات بتاعتها، ولما بيشوف كميه السياح اللي بيروحوا لها والوافدين اليها، حتى هناك الاسعار بتبقى غاليه جدا جدا، وعندنا في مصر ما شاء الله مقومات وعندنا حاجات ما تمتلكهاش دبي والاسعار في نفس الوقت رخيصه. فهنا بقى بتيجي الغيره،
طب مع الحمد لله رب العالمين. طب ايه ايه المشكله اللي عندنا؟ ايه اللي ناقصنا عشان ما نبقاش زي قارن دبي بمصر؟ دبي بالنسبه لنا طبعا بلد جميله، دبي بلد سياحيه من الدرجه الاولى. ليه؟ لان هو النهارده ادى الفاسيليتيات كلها، واخبر حياتك، عمل بنيه تحتيه وادى فاسيليتيات كامله للناس انها تيجي، واخبر حياتك، طور المطار بتاعه، طور البنيه التحتيه بتاعته، وده اللي بنعمله احنا من دول، واخبر حياتك. يعني انت النهارده لما تشوف ان شاء الله باذن الله في شرق التفريعه، تشوف في منطقه قناه السويس، هتعرف مع المستقبل. احنا طبعا يعني النهارده ما نقدرش نقول حاجه زي كده غير لما تخلص الحاجات دي كلها. تمام. فهو احنا النهارده ما نقارنش يعني دبي، هونج كونج، المناطق دي كلها، واخبر حياتك، ليها اسلوب معين في التعامل. احنا نتمنى من الله ان زي ما الحمد لله احنا النهارده كنا بنطالب بالتاشيره الالكترونيه، ابتدى التفاعل التاشيره الالكترونيه. النقطه كلها انك انت عندك توجهات سياسيه من العالم ان مصر ما تقومش الامه الجامده. نعم. واخبر حياتك، ولذلك هو بيحاول يعمل سكويز عليك، بيحاول يضغط عليك باي طريقه، واخبر حياتك، بيخلق لك اي مشاكل. تمام. وبالتالي في نفس الوقت ان في بعض من الداخل هنا بيساعد بطريقه يعني اندايركت، واخبر حياتك، ان هو بيعمل حاجه زي ما اقول لك شحط المراكب دي. يعني تخيل بقى ان احنا مثلا بتبذل جهد في انك تسوق حاجه وتجيب الناس، وفي الاخر تيجي الناس ما ينفعلهاش خدمه. صحيح. فهو احنا نتمنى ان زي ما بقول لحضرتك ان كل واحد يكون عنده ضمير في عمله. صحيح. ومش عيب ان انا اقول انا اقدر او مش اقدر. صحيح. والمنظومه تكون متكامله ومترابطه، عندها رؤيه بناءه، بحيث انها تقدر تتغلب على كافه المشكلات والعقبات اللي بتواجه قطاع السياحه، وبرضه عندها استراتيجيه من خلالها تقدر تطور وتحاول بشكل كبير تزود معدلات السياحه ان شاء الله في هذا العام. نتمنى يا رب التوفيق لهذا القطاع العريض، المصدر الرئيسي للدخل القومي المصري قطاع السياحه. شكرا لك دكتور نصر، دايما بنسعد صراحه بوجود حضرتك معانا ووراك البناء. شكرا للجميله بتاعتكم حبيبي، شكرا ليك الاستاذ دكتور نصر فوري خبير السياحه الدولي، شرفتني اتمنى من تحياتي لحضرتك. لسه مكملين مع حضراتكم مشاهدي الكرام بعد الفاصل، فقره حواريه اخرى من ساعه الصبحيه، انتظرونا.